رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ. بعثة الحج المصرية استمرار تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. رئيس حكومة إسبانيا يشكر مصر على جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. الأمين العام للجامعة العربية يثمن جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات. الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36,550 شهيداً و 82,959 مصاباً منذ 7 أكتوبر.